اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. مثل ما عم نشوف الفنانة نادين الرازي وصلت الى الكنيسة، حيث يعني خلينا نسمع شو عم تحكي. نازل على بيروت لانه ابنه بيشوفه سبت واحد، بقى بشع كتير انه يحطوا لنا هيك بلوك بيتون بنص طريق وما يكون في عليه ضوء. إذا بيقبل وزير الأشغال يحترق قلبه على ابنه، الله لا يقدر، ما راح أدعي. إذا بيرضى بيترك هيك عيب. رضيانين بالبلد بكل مصايب، رضيانين بكل مشاكل، بكل أمورنا الاجتماعية والاقتصادية، والسرقة والنهب والقتل، والقتل هون وهون ما عم نعرف مين عم بيقتل مين، الخي وأخت والدنيا كلها بالدب. بس زوج الراسي ما بيروح رخيص يا جماعة، حرام حرام. شو الإجراءات القانونية اللي رح تاخدوها كعائلة راسي؟ أنا بالمبدأ أول محامي حيستلمها المودع، أنا تعجي لك هلأ شو لازم نعمل وكيف. بقلك لا، بس ما يزعل مني وزير الأشغال، الله يحرق لك قلبك على ابنك مثل ما حرقت لنا قلبنا على جورج الراسي. هيدا جورج الراسي، نادين تعزينا الحرة لإلك. يعني طبعا فاجعة كتير كبيرة على كل الناس. امبارح كل السوشيال ميديا عم تشيد بجورج وفيكم، هالشي بيعزيكم، شو بتقولوا للناس وللبنانية؟ شو بقول لهم؟ بعزينا، بنقهر بعد أكتر. كل ما الناس كلها مقهورة على جورج، الناس كلها زعلانة على جورج. جورج مش لقلنا بس، جورج في جنين وكل العالم بتحبه، خسروه بطريقة رخيصة. خيي ما مات شهيد على الحدود، خيي ما مات مش مثل ما لازم يموت. هيدا عمره 41، عنده شاب صغير عمره 7 سنين، يعمي بعلي والكحالة وغيرها، تلاميذ مدارس عم بتموت من ورا قصة أشغال وطرقات منا أهلي. كتبت لها هالصبي غنى حفلته بسوريا ولابس قميص بيضا وراجع. يا جماعة إذا بتشوفوا خيي بيشوفه ما حتصدقوا، يعني وكأنه حدا قاصد يقتله، قاصدين يقتلونا بهيدي الطريقة. معقول بلوك بيتون بنص أوتوستراد؟ لحو موجود على كل السوشيال ميديا، لا عليه هيدي التراينجل اللي بتضوي، لا عليه هول اللي بالأرض اللي بيضوي، ما في ضو بلدية يقشعوا. خيي بكل سرعته العادية، لأن هيدي الطريق تعتبر دولية، على نص الطريق ماشي، لا يمين فات بجبل ولا بشمال فات بتروتوار. جورج فات مثل ما هو بلا ولا فران، ببلوك بيتون بنص الطريق، ضرب الموتور وكل شيء على قلبه وعلى صدره وتقلو رقبته. وحتى زينة عندها 3 بنات، كمان زينة كمان ماتت. هذا الدم مين بيحمله؟ ترفعوا دعوة على مين؟ الدولة اللبنانية. بس يكون في دولة بليز اللي تعرف دعوة عليها. بس بقوله لوزير الشؤون تبع شو اسمه؟ أشغال يا مسيو ونقل، خلينا بلاها حسن ما فوت بالبار وعمل لك مصيبة. أشغال أنا بعرف من الطريق، إذا ما حتصلح وما حتحطه فوق لجورج تمثال وتقولوا له يا فنان نحن قتلناك، وقتلنا لك طفل ابنك عمره 7 سنين، وقتلت أختك وأمك وخيك وخالتك وعمتك، إذا ما حتعملوا هيدا الشيء حيحترق قلبك على ابنك. بتعتبروه تهديد؟ انا ما معي سلاح، انا معي الله وحرقت قلبي، حيحترق قلبه مثل ما حرق لنا قلبنا. الله يصبرك ست نادين الراسي. اذا وصلت في هذه الاثناء، هو تقريبا اول ظهور اعلامي لها بعد الفاجعه الكبيره اللي المت بعائلتهم وبكثير من محبي جورج الراسي. كمان ما حنفوت على الكنيسه لحتى نشوف كمان الاجواء من الداخل. يعني في عدد كبير من المحبين ومن الفنانين موجودين، وايضا خلينا نشوف اذا والده جورج، طبعا نحن بهيك ظروف الوضع كثير صعب بنقل الصوره، ولكن قدر الامكان حنحاول نقوم بواجبنا الاعلامي. اذا هيدي إذن هي والدة جورج الراسي المفجوعة،
وأيضا في أشقاء جورج وأقاربه. هنشوف كمان شقيق جورج. تعزينا الكبير لكم. مرسي. نعم. صار التباس. روحوا اطلبوا له سجلوا لا حكم عليه. بحياته مش عامل مشكل مع حدا. اشتغل على البورك الحياة. تنكة سردين منه مطلع منها. حياته مش شربان فنجان قهوة ولا سيجارة. هيدا اللي ربى جورج عمره 7 سنين يطلع يغني بالمطاعم وحاطط بجيبته الماتش بوكس ليلعب فيه. وبس يخلص ينزل الموسيقيات ويحطهم تحت مخدية الماما ويحمل حاله ويروح على المدرسة. هيدا انسان بينكسر قلبه على ابنه، على الطفل المعجز جورج الراسي. وزير الاشغال عم بخرج مهندس وحكيم وفرحان. الله لا يفرح ايه لا يفرح. شو بده خيي؟ بده شوي. الله لا يفرح وان شاء الله على 40 خيي يا رب يحترق قلبك يا ابنك. لا صرخة. لا يعني صرخة سيدة مفجوعة بالنهاية. خلينا نشوف، خلينا نحكي مع والد جورج. تعزينا الكبير لكم. شو بتقول؟ قل لي شو بتقول للبنانيين؟ شوف يا حبيبي، ليك هيدا الموضوع في تقصير كبير من وزارة أشغال. اليوم هودي جو... شوف يا حبيبي، ليك أنا رح أقول لك هيدا الموضوع تقصير كبير. من المفروض المتاهب يعرف يحط عواكس على البلوكات، ما بيحق له حدا. يعني طبعا موضوع كثير حساس، نحن بنتفهم ألمكم، نتفهم وجعكم. كنا بس عم نشوف نادين. شو بتقول للناس، للعرب اللي كلهم امبارح ضامنوا معكم؟ خيي نحن جماعة انغدرنا، اخترب بيتنا. انسان مسرب وجاي من سوريا بتحطوا بلوكات بنص الاوتوستراد بلا عواكس ضوئيه؟ ولو لك لو فاق ما تاخذني شغيل بيتون بيعرف انه بده عواكس. شو هالمتعهد المهمل ما بحط تراب قدام البلوك وما بحط عواكس ضوئيه؟ خي دهان بالفرشايه بويا حمراء السياره تاكس عربيه سوبر دارك ما بيشعل قدامه، وصل وفات بالبلوك مثل ما هو، فات الموتور على صدره. شو له معنى البلوك هونيك؟ صف بلوكات ما حط قدامه شيء، ما بصير. شكرا كثير لك. اوكي اكيد نحن بنحترم الم العائله، الم المحبين ايضا. يعني حكينا هلا مع والده وراح نحاول نحكي مع بعض الناس اللي اجوا. رح نحاول اذا عم تشوف هيدي اللقطات الخاصه بصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. اذا نحن الوسيله الاعلاميه اللي طالعه مباشر. وين جوسكا؟ يعني عم نشوف اذا محبين اللي وصلوا على الكنيسة، وغدا سيكون التشييع. اليوم تعازي، بكرة التشييع. يعني طبعا حالة كتير صعبة، وأكيد يعني نادين حكيت من حلقة قلبها. عم نشوف شقيق جورج يعني تلاقى ايضا بدور التعازي بلحظه صعبه جدا.
لحظات صعبة. لحظات صعبة كثير. لحظات صعبة جدا. نحن بنحترم هذه اللحظات وبنحاول قدر الامكان انه ما كثير نضغط على الاهالي اللي هم اصلا بعدهم تحت وقع الصدمه الكبيره، الصدمه اللي المت بالناس.